ليس الذي يدافع عن حقوق الهوامير والحيتان الكبيرة كالذي يدافع عن حقوق البطالة والفقراء. ليس الذي يدعو للعدالة الاجتماعية وزيادة الضرائب على الأغنياء وزيادة الإنفاق على التنمية والتشغيل والفقراء كالذي يعمل داخل في السياسة للدفاع عن مصالح الكبراء هذوما والأغنياء الكبار، اللي مع كل احتراماتي يعني شكون جابهم؟ شكون وصلهم للحكم أصلا؟ ولا وصلهم البرلمان؟ ما هو الشعب التونسي هو اللي وصلهم غادي، كونهم هما الحكومة بتاع النداء والنهضة الآن أخلفت بوعودها. النداء قال لك نخدم 450 ألف واحد وما خدم حتى حد، والنهضة قالت 6% معدل تنمية، طلع على معدل التنمية 0.1% ولا 1%، وهم الاثنين يحكموا بعضهم. كونهم أخلفوا بوعودهم وأخلفوا بتعهداتهم لكم، مش معنى الناس كل ما عندهاش كلمة والناس كلها باش تخلف التعهدات.